أدب في أوساط ساكنة الجماعة القروية لأجلموس التابعة لإقليم خنيفرة، والسبب بالأساس مشكل النقل الذي تفاقم بعد انحصار عدد رحلات حافلات النقل العمومي واضطرار العديدين للاستعانة بسيارة الأجرة التي يعتبرونها مكلفة. المشكل اللي خلى هاد المشاكل اللي وقعت هو الطوبيس، يعني كانوا كيجيو واحد 4 طوبيسات، واحد الوقت بقى تيجي طوبيس، والسلطات قالت غادي يجي غير طوبيس واحد، تفجر الوضع. الطاكسيات طغاو عليهم، جاوبوا بواحد القوه بانه باش تحيد الطوبيس يولي طوبيس واحد في النهار ولا مثلا في ساعتين. واش مول ساعتين يقدر يمشي يقرا في خنيفره ويرجع؟ المنطقه ضعيفه، ودابا 10 درهم 6 البلايص ب 60 درهم. راه الطاكسي تاكل 50 درهم ديال المازوت وحنا دايرين معاهم مزيان. بالنسبه للجماعه القرويه لأجلموس فانها تؤكد انها حاولت في مرات عديده فتح حوار مع الساكنه لايجاد حلول لهذا المشكل، غير انها فشلت في ذلك. نقترحوا تطبيق القانون، لان احنا في دوله الحق والقانون. الحافلات يطبقوا كل التحملات اللي عندهم، والطاكسي يطبق داك الشيء اللي عنده في التنظيم ديال القطاع ديال النقل. وبين غضب الساكنة ومحاولات السلطات المحلية التعامل مع الوضع، يبقى المشكل قائما.